بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قضايا معاصرة، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات شبكة المجد بمدينة الرياض. رحبوا معي في مطلع هذه الحلقة بضيفي البرنامج، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، وهو الأمين المساعد للتعريف بنبي الرحمة. حياكم الله شيخ. اللهم صل، حياكم الله، مرحبا واهلا. الله يحفظك. وايضا الاستاذ انس بن سعد الشدوقي، وهو رئيس قسم الارشاد الديني والروحي بمدينه الملك فهد الطبيه. حياكم الله استاذ انس. حياك الله شيخ، الله يجزاك خير على البرنامج وعلى الاستضافه. الله يجزاك، حياكم الله. نناقش في هذه الحلقه ايها الاخوه قضيه مهمه جدا، يعني مصطلح الدعم الديني والروحي للمرضى. قد يظن البعض ان المريض يتلقى دعما طبيا فقط، دعما نفسيا، لكن حقيقة هناك جانب في أغلب المستشفيات ولله الحمد، ليس فقط في السعودية إنما غالب مستشفيات العالم، ما يسمى بالدعم الديني والروحي. سنناقش في هذه الحلقة الجوانب الشرعية، الجوانب أيضا الإدارية النفسية الطبية في هذا المحور. نسعد بالمداخلات والاتصالات من خلال الأرقام التي تظهر لكم تباعا بإذن الله عز وجل. حياكم الله دكتور خالد. لعلي أبدأ معك، يعني مفهوم الدعم الديني والروحي ماذا يقصد به المرضى؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، بادئ ذي بدء، نحن نناقش هذا الأمر من ربما واقع التخصص بالنسبة لي في الجانب الشرعي، وأيضا جانب التخصص في الميديكال إثكس أو الأخلاقيات الطبية، وهذا الموضوع له صلة شديدة به. لا يخفى أن الإنسان معرض للمرض، وفي حالة المرض يصل الإنسان، وهذا أمر نجده جميعا، إلى حالة نفسية متذبذبة، وهذه لا شك أنها تنعكس على العمليات الحيوية في البدن، لأن الإنسان يبقى مع وجود الأعضاء أن ثمة وظائف لهذه الأعضاء، وهذه الوظائف قائمة على عمليات كيميائية في الدماغ هي انعكاس للحالة النفسية. ولذلك فإن السيالات العصبية المنبعثة من الدماغ، والتي الذي يصدر منه التوجيه لعموم الأعضاء لتستجيب للأدوية، لتستجيب للشفاء بأمر الله، كل هذه هي عبارة عن عمليات معقدة، وهذا من بديع صنع الخالق العزيز. لذلك نجد أن الشريعة تعتبر في هذا الجانب موردا عذبا لتحقيق هذا المطلب، وهو الدعم الروحي أو الديني للمريض. الدعم بمعنى إعطاء الدافعية، إعطاء المساندة في الجانب الديني الذي ينعكس على نفسية المريض. الاطمئنان. نعم، ينعكس بالطمأنينة، ينعكس بوجود الارتياح، إبعاد المؤثرات التي تؤدي إلى نوع من الضغط النفسي على المريض. إبعاد كل هذه المؤثرات ليكون المريض في حالة نفسية مستقرة، وإن شئت فقل حالة روحية مستقرة. لا. هذا هو المقصود، وهذا هو الهدف من الدعم الديني، وهذا طبعا يوجد له أبجديات أو يوجد له عدة عوامل. جميل، سنأتيها بإذن الله عز وجل. أيها الأخوة، أنا في بداية هذه الحلقة حقيقة يعني أشكر أخي و شريكنا في البرنامج الدكتور محمد مسعود العمر، وهو الأمين العام للجمعية السعودية للدراسات الطبية الفقهية. هذه الجمعية شريكة لنا في هذا البرنامج في حلقاته الطبية، وأيضا هو أمين اللجنة الاستشارية الشرعية الطبية بدار الإفتاء. شكر الله له وللجمعية. أنقل السؤال لكم الأستاذ أنس حول قضية الآن ما يعرف بالدعم الديني أو الدعم الروحي. أنا حقيقة طرحت سؤال قبل الهواء حول المصطلح، يعني ممكن ماذا نقصد بالدعم الديني والروحي؟ هل هناك يعني فرق بين الدعم الديني والروحي؟ مكونات هذا الدعم، يعني لما أتكلم عنه ما هي عناصر هذا الدعم؟ أولا بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وأكرر الشكر الحقيقة للجمعية السعودية للدراسات الفقهية الطبية ولجهودهم. إجابة على سؤالك، احنا عندنا المصطلح او حتى المسمى اللي نحن نعمل به الارشاد الديني والروحي، المحتوى واحد داخل القسم، لكن لماذا جمعت مع بعض؟ لان المسلمين يؤمنون ان اعظم مؤثر على الروح هو الدين. وانا طبعا شاركت في بعض البرامج ايضا عند غير المسلمين مثل النصارى واليهود، كذلك يؤمنون بهذا الشيء، يؤمنون ان المؤثر الاول للروح هو
الدين. طبعا ليش يقال هذا الكلام؟ لأن هناك طرح لا ديني يعني أو إلحادي يرى أنه الموسيقى مثلا، الألوان، جمال الطبيعة، الزهور، الجلسة يعني التأمل، جلسات التأمل يعني بشكل مستقل دون ارتباط بالدين، نعم، أو كذا، أنه هذه هي الأشياء اللي ترفع روحانيات المريض كما يقال وتعالجه. بينما نحن يعني لدينا منهل عظيم جدا اللي هو هذا الدين الإسلامي، وهو أعظم مؤثر على الروح، ولذلك إحنا نستخدم هذا المصطلح. وهذا المصطلح طبعا لا استخدمه حتى العلماء الأوائل يعني. هل هو مترجم أستاذ أنس؟ قبل ما ندخل الترجمة أنا بقولك ثم شوف هل سؤال مترجم يصلح ولا لا. يعني الإمام ابن القيم رحمه الله لما تكلم، طبعا الإمام ابن القيم يعني مؤلفاته كلها في الروحانيات أو الإيمانيات يعني إن أصح التعبير، له عبارة يقول: والطبيب الذي لا يعرف طب الأرواح نصف طبيب. يعني هذه المقولة قالها في عام كم؟ متى قالها؟ ومتى يعني قبلها لم يكن العلم الغربي موجود بالنسبة لنا يعني. فلا لا نقول إنه هل يمترجم ولا لا، هي بالعكس يعني هي ما أخو هي موجودة عندنا. فلماذا قال هذا الشيء؟ لأن الأرواح علاجها ودوائها بإيمانها وتمسكها بالدين، فهذه الفكرة الأساسية لهذا المصطلح. طيب أما العناصر، جميل، أعطيك إياها بشكل مختصر. جميل. الدعم الديني يعني يدخل فيه ثلاثة أشياء، هناك تفاصيل كثيرة لكن باختصار، نعم، تثقيف ديني للمريض، دعم أو إرشاد إحنا نسميه إرشاد ديني وروحي، وهذا عبارة عن جلسة مع المريض تحوي المفاهيم اللازمة لتغيير حالته والتي يعيش فيها، وسنذكر الأعراض اللازمة للتدخل. الثالث تلبية الاحتياجات الدينية، يحتاج المريض إلى مصحف، إلى سجادة، إلى كتيب، إلى صندوق تيمم، الأشياء هذه. فهي مكونات العمل في الدعم الديني في المستشفيات هي الثلاثة الأشياء هذه: التثقيف الديني والإرشاد الديني والاحتياجات الدينية. طيب دكتور خالد، قضية الآن لو تحدثنا عن الأثر عادة، مثل الأثر أو الأهمية، أهمية يعني أن يثقف المريض أو أهمية أن يدعم المريض دينيا وروحانيا. البعض قد لا يشكك لكن يقلل من أهمية الأثر على المريض. ما هو الأثر وأهميتها بالنسبة للمريض؟ نعم، الأثر بالغ، وهذا جاءت به نصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مثبت أيضا من خلال الأبحاث الكلينيكية المعاصرة. أما من جهة ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن المتأمل في النصوص النبوية يدرك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحرص على أن يوجد نوعا من الالتئام النفسي بالنسبة للمريض، ولذلك تجد أنه يربطه بالله سبحانه وتعالى، وهذا الارتباط قائم على الإيمان بالقضاء والقدر، قائم على حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، قائم على أن هذا المرض الذي هو فيه قابل للشفاء. ولذلك ما أروع القاعدة النبوية العظيمة التي هي حقيقة قاعدة للأبحاث الطبية في العالم أجمع، وهي حينما قال عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. ولم يستثنى من هذه القاعدة إلا أمران، وهو الموت والشيخوخة والكبر. لذلك نجد أن النبي عليه وسلم يؤكد هذا الأمر. ثم أيضا المتأمل في زيارة النبي عليه الصلاة والسلام يلحظ أنه كان يحرص على أن يلطف الأجواء التي يعيشها المريض، وأن ينقل من أجواء المرض إلى أجواء الفأل وأجواء الفرح والتشبث بالأمل. وهذا واضح لو أردنا أن نستعرض عددا من النصوص فيها، مثل من الفاضل: لا بأس، طهور إن شاء الله، لا بأس عليك، يعني الفاضل الشرعية. بالتأكيد، يعني تجد أنه يبين أنك في خوض هذا المرض لا يعني النهاية، ولا يعني أنك تخرج خسرانا، وإنما تخرج وأنت رابح. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في صحيح مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شيء سره شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. أيضا حينما يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام ابن ماجة، وإن كان في سنده مقال لكن معناه صحيح، حينما قال: إذا عدتم المريض أو زرتم المريض فنفسوا له في الأجل، فإنه لا يضر المريض وينفعه، أو كما روي عنه عليه الصلاة والسلام.
وهذا يعلق عليه العلامة ابن القيم رحمه الله ويقول إن هذا نوع شريف من أنواع الطب، وهو ما يسميه أيضا بعض المتخصصين في زمان اليوم وهو العناية التلطيفية، وهذا يتوجه إليه المختصون في ما يتعلق بالحالات المرضية المتقدمة. قدمنا حلقة يا شيخ بالمناسبة عن موضوع العناية التلطيفية، حلقة كاملة يعني كان فيها أيضا جانبين، جانب شرعي وجانب طبي في هذا يعني البرنامج المبارك وبدعم من الجمعية ما شاء الله حول القضية العناية التلطيفية. جميل، إذا يعني هذا منطلق نبوي وواضح من الأبحاث، ولو أريد أن أستطرد أكثر في ذكر النصوص لعل ربما يأتي في غضون الحلقة، لكن من الأشياء المثبتة إكلينيكيا بأن الدعم الديني والروحي له أثر عظيم في الشفاء، أن الباحثين في إحدى الدول الأوروبية قاموا بتصنيف مجموعتين من المرضى، وكان المرضى الذين يخضعون للعلاج مصابين بالورم غير الحميد، فمجموعة من المريضات، كان مجموعة المريضات التي أجري عليهن الاختبار، مجموعة منهن تم تقديم الدعم الروحي، لاحظ وفق مبادئ النصرانية، المجموعة الأخرى بدونها. الذي حصل أنه من خلال المختبر تبين أن المجموعة التي خضعت للدعم الديني الروحي أن استجابتها للأدوية أعلى وأكثر من المجموعة التي لم تخضع لهذا. والسبب في ذلك هو كما قدمت في أول حلقة أن الإنسان يعني مجموعة من المكونات، سواء قلنا الجوانب الفسيولوجية وما الجوانب التشريحية العضوية، وأيضا العمليات الحيوية التي في هذا الجسم. العمليات الحيوية هي خاضعة لردة الفعل أو الاستجابة التي تحصل لهذا المريض، بمعنى أن من المعروف أن المريض أو أي إنسان إذا سمع خبر يسره لا شك أن له أثر في الطمأنينة، بخلاف ما إذا سمع خبر مزعج مباشرة سنجد أن هذا الشخص ارتفع عنده الضغط، ربما يكون هناك انخفاض للسكر، ربما يعني أمور أخرى يدركها المتخصصون. هي الفكرة نفسها أن الدعم الديني والروحي الذي يقدم سواء من المتخصصين أو من الأطباء أو حتى من العائلة محيط الأسرة، إذا قدموا هذا الدعم الروحي فلا شك أن هذا سيحدث نوعا من الاستجابة بالنسبة للمريض في تعجيل الشفاء. جميل شيخ، العوام قديما كانوا إذا سلموا على بعض في من زيارة مريض يعني يقولون هالعبارة الجميلة، الله يجمع لك بين الأجر والعافية. يعني شوف يعني مع أنها عبارة قد يعتبر بعض عامية لكن لها أثر، يعني يجمع لك بين الأجر صحيح. يعني في من المرض وأن يعافيك الله عز وجل. شيخنا اليوم كنت أقرأ وجدت مقطع غريب، تصوير تشريح للقلب، فقالوا نياط القلب عروق يعني رقيقة جدا، يقول أن الإنسان إذا سمع بخبر مزعج أو صدمة تقطعت نياط قلبه، فيقول أنها نياط أو عروق حسية قد تتقطع ويصاب الإنسان بجلطة أو يصاب مثلا بأثر عجيب، وهي من أثر الكلام أو أثر موقف معين. بلا شك. عفوا يا شيخ تسمح لي بس، قضية الآن العلاج بالوسائل الشرعية هي من الدعم الديني، بمعنى شرب ماء زمزم مثلا، الرقية الشرعية، هل هذه الآن تعتبر دعم ديني وروحي للمريض من الجهة الشرعية؟ ثم أتي لك أستاذ. هذا دعم من جهتين، الجهة الأولى وهي قضية التداوي. نعم. لأن أي مريض في العالم بمجرد ما يقال له هذا دواءك، هنا انبعاث نفسي واستجابة حيوية في داخل الجسم، هذا أمر. ولذلك يعني لما يقال هذا زمزم، والمؤمن الإسلام يعرفون ما معنى زمزم شفاء والبركة التي جعل الله فيه، هذا في حد ذاته يهيئ الجسم للاستجابة للشفاء بأمر الله. الجانب الآخر وهو الجانب الروحي والإيماني والاعتقادي، لأنه يعلم أن يعني مباشرته لهذا الأمر ليست يعني عقارا أو دواء مثل غيره من الأدوية، وإنما هي مبنية على التصديق لمن لا ينطق عن الهوى محمد صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير الأستاذ أنس. قضية الآن تلبية احتياجات المريض الشرعية والنفس، مثلا قضية
يريد أن يعرف مثلا أحكام الطهارة وهو مريض، يريد أن يعرف مثلا القبلة، يريد أن يعرف كيف مثلا يتيمم، يريد أن يعرف كذا كذا في القضية الشرعية، دور الدعم الديني في هذا الجانب. طبعا الدور مهم جدا، ولا تستغرب إذا قلت لك أنه بعضهم يعني تقود حالته اللي هو فيها إلى أفكار قد تخرجه خارج الدين على الأقل في نظره هو. مثال بسيط، أحد المرضى اللي تعرض لي يعني أصبح مقعد فترة طويلة ويرى أن النجاسة ملاصقة لجسمه لفترة طويلة ويجد حرج ولا يعرف أنه يتطهر لكل صلاة ويصلي، ولا يعرف أن الموضوع له حل شرعي موجود قديما، يعني هذا واقع له، هذا واقع هذا واقع ويمكن متكرر أيضا. لما يترك الصلاة مرة مرتين ويبدأ يلوم نفسه أنه يعني وش هذه التكاليف اللي زادت علينا، لا أقدر أصلي ولا أقدر، فإذا استمر على هذا الاتجاه قد يصل لمرحلة من التسخط، وليش أنا وليش صار لي وليش كذا. بينما إذا هو فهم الحكم الشرعي بسيط، بس أنه ممكن يتيمم، ممكن يتطهر لكل صلاة، ممكن كذا، تنحل المشكلة فيصل للمرحلة اللي حنا نريدها اللي هي الطمأنينة. جميل. وهي الآن الشيخ الموجودة في المستشفيات مثلا، وجود مثلا الـ يعني الصيب الطيب، صيد الطيب النافع، وجود مثلا السجادة، وجود أدعية للمريض مثلا، دعاء المريض، وهذه أيضا من أدوار الدعم الديني. نعم موجودة. طبعا أنا قد أتكلم بشكل أكثر عن مستشفانا، لكني أعرف أنها موجودة في جميع المستشفيات الصيد الطيب، خصوصا أنه على مستوى الوزارة يعني نشر هالشيء. ممتاز. أضف إلى هذه الشيخ سم. يعني الشيخ أشار النقطة وقضية الأسف والأسى الذي يلحق المريض إذا ترك الصلاة وما يعلم الحكم الشرعي من ناحية التخفيف بأنه خفف عليه في الطهارة إلى آخر ذلك. في جانب آخر ربما بعض المرضى كونه يغيب من يوعيه أو يرشده الحكم الشرعي قد يتخذ إجراء يظنه شرعيا من العبادات فيجني عليه، وهذا ما وضح النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الرجل الذي كان في سفر فأصابته شجة في رأسه ثم احتاج إلى التطهر من الحدث الأكبر، وسأل من معه هل تجدون لي من رخصة؟ قال لا نجد لك رخصة، لابد أن تستحم، لابد أن تغتسل. فاغتسل والشجة مفتوحة في رأسه فدخل الماء فمات. لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له ما ذكر ما وقع، قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. فهذا مبدأ أصيل أيضا في تيسير وسماحة الدين. وما أجمل ما قاله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما استحضر هذا الأمر واحتاج إلى التطهر من الحدث الأكبر والجو بارد، قال إني تذكرت ما جاء عن ربنا جل وعلا في التيسير وما جعل عليكم في الدين من حرج، ثم استغنى عن أن يعني يتحمم أو يستحم في البرد الشديد. المقصود أن هذا الدعم وهو التثقيف يساعد في أن الإنسان يتجنب إجراءات خاطئة قد تجني عليه. هذا في الجانب العبادات. في جانب التصورات بعضهم قد يعني يصيبه أوهام وكوابيس بسبب ما هو فيه من الحالة، فلا شك أن التوجيه والتثقيف الشرعي يبعد عن مثل هذه الأمور. جميل. ناهيك عن قضايا التي تصورها بعض الناس من ناحية السحر. نعم. أو المس والعين، فهذه مرض قبل المرض. طيب عادة فريق البرنامج في يعني حلقات يعني البرنامج يعدون استفتاء للجمهور. شارك معنا في هذه الحلقة يعني أكثر من 2000 يعني شخص مشاهد. طرح سؤال يعني حول موضوع الحلقة، يعني هل ترى أن الدعم الديني للمرضى له أثر إيجابي في علاجهم؟ وهو الآن موجود على الشاشة. 88% قالوا نعم بكل تأكيد له أثر، و 5% يقول لا أعلم، 5% نوعا ما، و 2% ليس له علاقة. 88% يعني يبدو أن يعني جانب الثقافي عند الناس أو جانب التثقيف والوعي عند الناس في هذا الجانب يعني مهم. أحتاج تعليقكم أستاذ أنس حول هذا الاستفتاء. طبعا هذا الاستفتاء يعني متطابق أو متقارب جدا للاستفتاء أجريناها إحنا سابقا، إحنا سوينا دراسة والعدد المشاركين فيها يعني قريب من هذا العدد، الأرقام تشير إلى هذا الشيء. يعني المرضى يعني خليني أقول لك إياها الأرقام بالضبط يعني إذا سمحت لي. نعم. احنا شوف كيف سألنا السؤال، انه هل تعاملت او قريبك المنوم مع المرشد الديني داخل المستشفى؟
طبعا 15% نعم 84 لا، يعني ما مرهم المرشد الديني، ومع ذلك مع انه ما يعني 84% منهم ما زار المرشد الديني. هل ترى او هل تؤيد وجود مرشد ديني متفرغ للمرضى في المستشفى؟ 96% منهم يرى نعم. وهل ترى ان دوره مهم؟ 73 منهم يرى انه مهم، و21% يرى انه مهم او العفو 73% يرى انه مهم جدا، و21 يرى انه هناك اجماع على فاي نعم يعني الناس تؤمن بهذا الشيء، وبالذات اللي دخل في المستشفيات وشاف. خليني اذكر لك يعني مثال لمريضين. مريض لما تدخل عليه في قلق وفي توتر وفي حيره وفي على لسانه عبارات تدل عن فيه مشكله، يعني ممكن يكون من أسوأ الأسئلة إنه ليش أنا؟ ليش أنا؟ يعني ليش أنا أصبت بهذا المرض؟ هذا من أسوأ الأسئلة أو من أعمقها أو أصعبها. أي نعم، لكن قبلها أيضا في أسئلة أخرى، يعني أحيانا طعن في الفريق الطبي لأي سبب، يعني أي كلام ممكن يقول الطبيب، هو أصلا مشكلته ما هو قابل إنه مريض أصلا، وبناء عليه صاير حتى ما يستجيب للدواء. وربما جاء أحد وقال له، قال إنه ما وقف الأدوية وخلك مثلا في الرقية مثلا في العلاج الشرعي. فإذا ذكرت، إذا جاء دور المرشد الديني واستطاع أن ينقله للصفة الثانية اللي سأذكر لك مثال لها، تدخل على مريض تسأله يعني في حالته، حالة متقدمة جدا، في ورم منتشر، ربما قالوا له أنه أنت يعني يعني باقي لك كذا فترة، تقول الحمد لله وأنا راضي والحمد لله، وربي عطانا يعني من العمر ما يكفينا والحمد لله، وأسأل الله يعني يعطينا أجر الشكر، وتجد عباراته لطيفة. ولو قلت له أنه عندنا عملية، يعني هل أنت موافق للعملية؟ يقول أنا بستخير. ثم إذا استخار يقول أبدا أنا متوكل على الله سبحانه وتعالى. فشوف الفرق بين يعني هذا وهذا. إذا هذا استعداد نفسي، عفوا يا شيخ، هذا استعداد نفسي. لكن أنا بقول لك حاجة، دوركم أنت، أنا بقول لك حاجة، إذا استطعنا حنا ننقل هذا الشخص اللي في الصورة السلبية اللي ذكرتها لك إلى السلوك هذا، هذا الإنجاز اللي حنا نسعى له غالبا. وحنا لما نجي تقول هل فعلا أنتم تسوون كذا أو لا، من خلال عملنا فيه جزء من المرضى يتتحقق مع هذا الشيء. ولدرجة إذا أجاد المرشد الديني عمله مع المريض، أحيانا يقول الطبيب أنتم مش سويتوا، وش الشيء اللي سويتوه؟ وإحنا جلسنا فترة مثلا ما درينا أن الموضوع بهالبساطة. ومن الأشياء اللي اكتشفناها أنه بعضهم يتحرج شرعيا من الأدوية اللي يعطيها الطبيب، ويزعم أنه أكل الدواء وهو ما أكله، فالطبيب ما هو شايف نتائج على أرض الواقع، لكن لما تنحل الإشكال الشرعي يبدأ يأكل الدواء وينضبط، فالطبيب يقول يا أخي تغير المريض. نعم. إحنا ما نصرف عقاقير، نعم، ما نعطي أدوية، لكن هذا جانبي. شيخ خالد، مثل قضية الآن مثلاً من يدخل على المريض مثلاً ويبكي ويصيح وكذا، تشوف أثرها على المريض ظاهراً، ومن يدخل يقول ما شاء الله الصحة طيبة، إيش الوجه الجميل هذا، ما شاء الله أنت أحسن من أمس، وقد يكون العكس، لكن يقول ما شاء الله وضعك طيب، وضعك سليم ما شاء الله، والطبيب طمننا قبل قليل أن الحمد لله أمورك زين، وقد يكون وضعه. أنا أسأل الشيخ عن يعني الأدلة مثلا في هذا الشرع، لا شك أنه أصل لهذه القضية من الكتاب والسنة، يعني تأصيل الشرعي لتقديم الدعم الديني والروحي للمريض. هو بداية الشيخ، نحن جميعا نحتاج الكلام الطيب، يعني السليم الصحيح المعافى قد يقابل إنسان يسمعه كلمة سيئة، يعني يكون متضجر. وما أجمل قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحقرن من معروف شيئا ولو أن تلغى أخاك بوجه طليق، والكلمة الطيبة صدقة. هذا في عامة الناس، خاصة اليوم مع ازدحام الحياة ومشاغلها وكثرة مكدراتها، الإنسان يحتاج ألا يجالس إلا من يبث روح الأمل والفعل. هذا بالنسبة لعامة الناس، فمن باب أولى بالنسبة للمريض. ولذلك ينصح ذو المريض بألا يقرب المريض إنسان عنده خلل في الحديث أو عدم اتزان في النفسية. طبعا تكون الطامة أكبر، أو متشائم، شخص دائم متشائم أو متشائم، وتكون الطامة أكبر لو كانت هذه الصفات في مين؟ في الطبيب. أي نعم، ممكن يكون طبيب كذا؟ نعم يوجد، خلال التجربة حتى إلماحات يا شيخ ممكن. نعم، من خلال التجربة أنا لمست هذا، وهذا من واقع أيضا، وهذا ما ندرسه طلاب الطب، قضية أن تكون أنت أيها الطبيب المعالج أن تكون إنسان تبث روح الفعل، حتى لو الطبيب، حتى لو كان المريض الذي أمامك سيء الطبيعة، لا
لأن في كثير من الأحيان يواجه الأطباء مرضى يكون عندهم نوع من سوء الأدب أيضا، الطبيب بما حصله من العلوم بما عنده من العقلية الناضجة ينبغي أن يكون محتويا للنفسيات السيئة التي أمامه، لأن يكون هو متدعثرا في هذا. لذلك يعني الكلمات التي يعني تفسيرها الشرعي واضح كما أسلفت في هذه النصوص بعامة، وأيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني المعهود من سنته وهديه أنه كان يحرص على الفعل ويحبه، ولذلك كان إذا سمع بالكلام السيء الذي يوصف به إنسان إما في اسم أو وصف كان يغيره، بل كان يبادر الفعل، وهذا هدي واضح له عليه الصلاة والسلام. ومن هذا في جانب المرضى لنأخذ واقعة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له جار يهودي مرض، فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلس عند رأسه وقال له أسلم، فنظر الصبي أو الشاب إلى أبيه اليهودي قال أطع بالقاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هذا النص، هل سنتصور أن التسلسل للواقع بهذا الشكل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يطرق الباب، يدخل، يجلس عند المريض، أسلم، هل هكذا؟ مستحيل، لها يعني سوابق بالتأكيد بما عرف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل ويسأل كيف أنت؟ كيف أصبحت؟ ويدعو له بالعافية. هنا انفتحت نفس هذا المريض ونفس أبيه للدعوة، قال له أسلم. فهذا النبي الكريم الذي يزورني وأنا لست بمسلم، وأيضا أنا صغير في السن، وأيضا لنا سوابق نحن أقصد هم اليهود بالاعتداء عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول يعوده ويسأل ثم يقول أسلم، القلب مفتوح له. يا سلام. أيضا مشهد آخر، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من المسلمين من الصحابة بلغ به المرض مبلغا شديدا، فعاده فدخل عنده وجده كالفرخ الذاوي، بمعنى الإنسان كما يعرف إذا قلت التغذية عنده الجلد على عظم يضمر، أصابه الضمور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تكلمت بشيء؟ هل دعوت بشيء؟ وهذا أيضا يوصى به من حول المريض من الأهل أو حتى الأطباء، يعني ما هي اتجاهاتك وما هي نفسيتك وما هي دعواتك؟ قال نعم إني دعوت وقلت اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. الله انظر يعني هذه الحالة التي عاش هذا المريض وأني مقبل على الموت، إذن خلي أسوي تصفية في الحياة. كأنها ضاقت به يعني الحيل، ضاقت به الحيل وأساء الظن بالله. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، ألا قلت اللهم اغفر لي اللهم ارحمني أحسن ما أعجل لي العذاب عن الآخرة. يا سلام. المقصود أن هذه الأصول النبوية والهدي النبوي في مثل هذا الباب لا شك أنه ممتاز. كامل وشافي ولله الحمد. بس أجب يعني أريد إجابة مختصرة قبل التقرير، سنأخذ التقرير الآن. سؤال الشيخ أشار لقضية التثقيف، يعني من يزور المريض أيضا الطبيب يا شيخ، عادة هل مثلا الجمعية عندكم أو الإدارة يثقف الطبيب يعني ألا يكون مكفهرا عند المريض، مثلا عندما يكشف عليه يقول الله المستعان، ولا يقول والله كذا قدامه، ولا يسأله وش أخبار المريض يقول يعني إن شاء الله نشوف سوينا اللي علينا، وما هالعبارات الموحية المزعجة للمريض، هل عادة عفوا تثقفون الطبيب أن يقول عبارات دائما فيها فأل يعني ما شاء الله، أن يبتسم دائما؟ نعم يفترض أن الأطباء يثقفون هالشيء، هذا مفترض، لكن هل موجودة أسئلة؟ أنا أقول لك عندنا إحنا مثلا في بعض التخصصات في شيء يسمونه اجتماع متعدد التخصصات، يعني مثل الطب التلطيفي بالمناسبة. الاجتماع هذا يجتمع فيه الناس اللي سيشاركون، يعني التخصصات اللي ستشارك في تخفيف الألم على هذا المريض. فالمرشد الديني سيشارك في جانب، والطبيب النفسي في جانب، والاخصائي الاجتماعي في جانب، بالإضافة للطبيب أصلا المعالج والمعالج الفيزيائي وهكذا. فنحن حينما نجتمع في مثل هاللقاء هذا في الغالب إحنا نتبادل مفاهيم بيننا، فاحنا نتعلم مثلا من الاطباء بعض السمات السلوكيه لهذا المريض هذا اللي احنا بنتعامل معه، الطبيب النفسي يذكر بعض الاشياء، انت تذكر بعض الاشياء، في احنا لكن عندكم يا استاذ انس في المدينه، مدينه الملك فهد الطبيه،
هل هذه الثقافة موجودة أن المريض الطبيب يقال له لا بد أن تكون حتى لو كان المريض يعني لا يرجى برؤه لا يمكن مصاب بمرض عضال في آخر مراحل يعني حياته الجميع يقول العبارة الجميع مدربين على الذين يتعاملون مع المرضى في هذه الحالات مدربين على تبليغ الخبر السيء وهذا تبليغ الخبر السيء الذين يعني يتقنون هذا الشيء تجد حتى عباراتهم مع المرضى في مقدمات الخبر السيء هذه تجدها جيدة وإيجابية نحتاج نستوضح أكثر لكن ناخذ التقرير جميل طيب إذا سمحت لي في تعليق ولا بعد إذا سمحت لي بس ناخذ التقرير ثم نعلق جيد لأن أنا برجع على موضوع العبارات الطيبة اللي ذكرتها أنت إذا سمحت لي الآن ولا بعد التقرير نخليها لا خلنا ناخذ التقرير ثم ناخذها بعد التقرير ما في مشكلة طيب أيها الأخوة فريق البرنامج عدى تقريرا حول موضوع الحلقة دعم الدين المرضى نشاهد التقرير ثم نعود إليكم بإذن الله الله أكبر وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء ترى اللجنة أن هذا النموذج كاف للمرضى المنومين في المستشفى الذين لا يستطيعون استعمال الماء ما دام الغبار موجودا فيه وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا مرحبا بكم مرة أخرى بعد التقرير حقيقة الذي أعد هذا التقرير هو الجمعية الطبية السعودية الفقهية السعودية أشكر أخي الدكتور محمد السعود العمر على جهوده في إعداد هذا التقرير إن كان من تعليق فضيلة الشيخ أو الأستاذ أنس حول التقرير لكني أسألك أنا يعني حول القضية التقرير ثم نأتي لهذه سمحت لي طيب التقرير حقيقة أعجبني كثيرا جميل وهو معتنى به ويكفي أنه وضح قضية التيمم يعني لم تكن حقيقة الصورة يعني ينبغي أن يدرك المشاهدون أنها عفوية بالنسبة للمريض الذي طبق التيمم بل أن كثير من الناس يعني أعلم أنهم لا يعرفون كيف يتيمم لذلك تجد بعض الناس يتيمم ويقول هكذا أو يقول ثلاث مرات كما شاهدنا أو الأرجل أو كذا كما شاهد أو بعضهم يبدأ باليد كما شاهدنا في التقرير صورة ضربة واحدة ثم مسح الوجه ثم اليسار على اليمين ثم اليمين على اليسار هذا هو التيمم وما جعل عليكم في الدين من حرج جميل ثم أيضا وهذا الصندوق يعني مؤيد من دار الإفتاء بأنه الحمد لله وافٍ شرعا وأيما تراب أو صعيد طاهر أجزاء والله الحمد جميل فالشكر حقيقة الجزيل لهذه الجمعية أنها بادرت لهذا التقرير وأمثالها من وأمثاله من أعمالها الطيبة
طيب أنا سأخذ مداخلة لكن ودي أنتقل لك سعد أنا سريعا. أنت ذكرت قبل التقرير يعني قضية العبارات ذات الأثر الإيجابي قد يكون أثرها عكسي أحيانا. نعم أنا أقول لك يعني أنه صحيح إحنا نحتاج أن نقول للمريض العبارات الإيجابية لكن أيضا نختار العبارات الإيجابية المناسبة لحالته. يعني أنت ذكرت قبل شوي أن تقول ما شاء الله وجهك زين أو مثلا ترى الطبيب قال لي أنك ما شاء الله حالتك في تحسن وهو غير صحيح أنه لا وجهه زين ولا قال الطبيب أن حالته تحسن. هذه عبارة جميلة لكن ترى أثارها سيئة. لكن أنت ستجد من العبارات الجيدة أولها ذكر الله سبحانه وتعالى على بذكر الله تطمئن القلوب ذكر الله الدعاء لجوله وبشارته بحالته لأن الإنسان على عظم مصيبته له بشارة أنه يرتفع بذلك درجة حتى الشوكة يشاكها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من الأشياء اللي تبشرك فيه. ابحث عن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ابحث عن هذا من كتاب الله وسنة نبيه فستجد ما يبشره ويطمن على حاله اللي وقع فيه. أفضل من أنك تجي تقول له والله ما شاء الله ترى وجهك زين بينما هو يشوف وجهه ما هو بزين في المراية وممكن أحد ثاني يجي يقول له ورا وجهك متغير أو أنك تقول الطبيب قال ما شاء الله حالتك متحسنة ويدخل الطبيب بعدك يمهد. لكن بعض العبارات مثلا عفوا الشيخ خالد وأستاذ أنس لما يقول الحمد لله اللهم لك الحمد الحمد لله في كل الحمد لله نعم. فضل من الله ونعمه نعم. الله يجعلنا اياكم ان شاء الله من يشكر النعمه ويصبر على البلاء نعم. العبارات نعم. العامه التي نعم. ليس لها تبعات أحسنت. لا سلبيه ولا احسنت نعم. الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى على كل شيء جميل. والحديث العظيم اللي نستخدمه نحن ونرى اثره على المريض وعلى الزملاء الذين يمارسون هذا العمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان امر المؤمن كله له خير ان جميل. اصابته سراء شكر فكان خيرا له ممتاز. وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك الا للمؤمن هذا حديث عظيم اذا استشعره المريض تغير من حاله يعني. معنا مداخله للشيخ محمد النايل. السلام عليكم شيخ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله شيخ محمد النايل وانت رئيس الارشاد الديني بمجمع الامل للصحه النفسيه. سؤالي تقديم الدعم الديني أو الروحي للمدمنين أو المتعافين في مجمع الأمل كيف يتم؟ نعم طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أشكر لكم هذه الحلقة وأسأل الله عز وجل أن يستعمل الجميع في طاعته. الإرشاد الديني في مستشفى الأمل انطلق من رؤية أن المرشدين الدينيين هم معالجين دينيين وبالتالي يقدمون العلاج الديني وفق ضوابط ومعايير وآليات تناسب الفئة المستهدفة وبالتالي يجب أن العمل يكون على قدر كبير من الاحترافية وأيضا يعني ما يقدم يجب أن لا يكون ارتجالي. نحن انطلقنا من منطلق البروتوكولات العلاجية الدينية وهذه البروتوكولات العلاجية الدينية تراعى فيها جميع احتياجات الفئة المستهدفة وفق الخطاب الشرعي ونحن نعلم أن الخطاب الشرعي أو العلاج الديني هو متنوع ويختلف فهناك الترغيب وهناك الترهيب وهناك فتح باب الأمل وهناك الأخذ بأيدي الشخص المحتاج وفق برامج علمية ودعوية ودينية عملية كرحلات مثلا الحج والعمرة ويدخل فيها يعني ما يحتاجه. ونحن المنطلقات التي يعني انطلقنا منها في مجمع الأمل الصحة النفسية بالرياض انطلقنا من منطلق الفريق العلاجي الواحد فجميع مشاريعنا وبرامجنا جميل. سواء الداخلية أو الخارجية بمشاركة الفريق العلاجي الذي يتكون من الطبيب والاخصائي النفسي والاخصائي الاجتماعي ومرشد التعافي. شكرا لك استاذ محمد وصلت الفكره وجهدكم يعني شكر الله لكم هذا الجهد الاستاذ الشيخ محمد الناير رئيس الارشاد الديني بمجمع الامل للصحه النفسيه. دكتور خالد الان من يقدم يعني ما سماه الشيخ المعالج الديني او المرشد الديني عاده هل له مواصفات معينه شرعيه ولا مثل قد يكون وظيفه مثل الوظائف الاخرى؟ بالتأكيد لابد من التأهيل وهذا أمر معروف على مستوى العالم نعم. وبالمناسبة الإرشاد الديني لسنا نحن المختصين به في كل مستشفيات العالم وبالذات المستشفيات المرجعية
في أمريكا وفي أوروبا وفي جنوب شرق آسيا وآسيا توجد يعني يوجد توصيف للأشخاص الذين يلتحقون بهذه الوظيفة. هي مسماها ديني أو روحي عادة المسمى؟ مرشد ديني مثلاً أو الأشكال فيها؟ طبعاً هنالك ارتباط بالنسبة للغرب بالكنيسة. نعم. يوجد شخص يعتبر ممثل الكنيسة لأنهم يرون أنها يعني هذا له ارتباط ديني. نعم. ونحن لا شك أولى به. وأنا أذكر أحد الزملاء والأصدقاء، وكنت قد شرفت بصحبة الأخوة في مستشفى الأمل حكم أني أخطب هنالك وقبل هذا أيضاً، أن بعض الأخصائيين بل الاستشاريين تلقوا دورات متقدمة في أوروبا أو في أمريكا وكندا في قضية التعامل من منطلقات دينية مع المدمنين أو المتعاطين، وهذا ينسحب على الحالات النفسية. إذن لابد من مواصفات بالنسبة لنا كناحية، لابد الإنسان يكون عنده تصور شرعي، تأهيل شرعي يمكنه من يتعامل مع المريض ويفي باحتياجاته الشرعية، كأن يفتيه بالفتاوى التي معروفة أنها تحتاج إلى اجتهاد. نحن لا ندخل في القضايا التي تحتاج اجتهاد ومرجعها إلى دار الإفتاء، مثل بعض القضايا المتعلقة بالحوادث الطبية التي تحتاج إلى اجتهاد وإحالة إلى مقام دار الإفتاء. يعني لا يفتي مثلا المرشد الديني؟ لا يفتي، لا يفتي في الأمور التي تحتاج إلى اجتهاد كوقائح. يعني لا يمكن يفتي مثلا في ما يتعلق بالأجنة و التلقيح المتعلق بالصحة الإنجابية وما إلى ذلك، لكن لما يسأل المريض في قضية مثلا الطهارة وحكم المريض فيها، الأشياء التي يعرفها كل من درس في كليات الشريعة وكليات الشرعية. جميل. الأستاذ أنس، الآن بالنسبة للدعم الديني مثلا، من يكون في حالة في العناية المركزة، مرضى قد يكون أوضاعهم خطيرة جدا، أو قد بعضهم قد يكون عنده مثلا أمراض معدية وخطيرة، كيف التعامل معهم؟ هل هم مثل المرضى مثلا في الأجنحة المنومة في بشكل عادي؟ يمكن بحكم عملنا احنا مدينة تخصصية، فيغلب أو يكثر الطلب عندنا على الحالات المستعصية أو المتقدمة، نقدر نقول متقدمة أفضل. لا شك أن هذولا أكثر احتياج، وتتنوع أيضا احتياجاتهم، وأيضا حتى إذا كان المريض واعي أو غير واعي، مثلا إذا كان واعي الدعم بتقدمه للمريض، وإذا كان غير واعي أو ما يستجيب لكم بتقدمه لأهله، وأحيانا للمريض وأهله مع بعض، فاحتياجاتهم مختلفة. يعني مثلا بعضهم حنا نحرص دائما لما يطلبون الرقية الشرعية، هذا مثال بالذات مرضى العنايات، إحنا نحرص على تثقيفهم بالرقية الشرعية، بطريقة الرقية الشرعية، لا أن نقوم بها نحن أو نأتي بأحد يقرأ عليهم. يعني لاحظنا أنه لما تثقف المرضى كيف يرقي المريض نفسه أو أهله، لأن لا شك أن أثر هذا أنفع، لأن المقصد من بالنهاية من هذا كله تعليق الناس بالله سبحانه وتعالى، ومتى ما تعلق الإنسان بالله سبحانه وتعالى انحلت المشكلة الروحية والدينية عنده. فأنت كيف تعلق بالله سبحانه وتعالى وأنت تروح تجيب له واحد يقرأ عليه، أو تبين له أنه لا يمكن أن يعني تنحل مشكلتك إلا من خلالي أنا أو من خلال أحد أجيبه لك، لا، أنه حتى المشكلة عندك أنت، ليس بينك وبين الله سبحانه وتعالى واسطة. فهذا أحد احتياجات المهمة. طيب. لمرضى العنايات مثلا اللي هو الرقية الشرعية، إحنا نثقفهم أو نثقف أهلهم ونساعدهم. ترى الناس تتردد يقول يا أخي أنا ما أعرف، أو ما ترى موضوع بسيط، يعني لو ما استخدمت إلا الفاتحة أو لو كررت المعوذات أو كذا، هذا جانب. والمعدية، الأمراض المعدية تعامل معها؟ طبعا إحنا تجينا كل الحالات، كل الحالات نتعامل معها، وكل حالة أيضا تتعامل معها باحتياجها، لأن إحنا نقوم نقيم الحالة هذه ثم نشوف وين الاحتياج عنده. فمثلا عندك ناس عنده جزع وما عنده مرض معدي ولا عنده مرض متقدم، وفي كسر يد مثلا، أو مثلا في قسطرة في القلب أو في شيء زي كذا مثلا، وبينما تجد واحد في مرض متقدم جدا وربما معدي في العزل وربما كذا، احتياجاته أقل. فكل المرضى يفترض أن يقدم لهم الخدمة. ممتاز. ويقيم احتياج كل مريض، في بذكر لك وش الأشياء اللي يحتاجها. عنده يأس، إحباط، قنوط، اكتئاب، قلة يعني قيمة الحياة عنده، يعني أفكار في الانتحار مثلا، أفكار سلبية، تخوف، خوف من مجهول، خوف من
ما بعد العملية، خوف من كل شيء أحيانا يخاف بعضها. نعم وهكذا. هذه الأشياء هذه تتوفر عند الجميع، يعني إذا وجدت عند مريض عناية أو مريض أورام أو مريض قلب أو تحتاج تدخل. جميل شيخ، أنا أريد بس سريعا شيخ دكتور خالد، قضية الآن المحلة الأستاذ أنس، قضية الرقية الشرعية الآن، الأفضل أن الإنسان يرقي نفسه أو يبحث عن راقي مثلا ذو مهارات معينة مثلا الشفاء مشهور مثلا؟ الشفاء بالقرآن، والرقية نوع من الدعاء، ولن يكون أحد أصدق في لجئه إلى الله بالدعاء من الإنسان الذي تحت وطأة هذا الأمر. أمن يجيب المضطر إلى دعاه. لكن لا شك أن إذا نعم هذه الآية الكريمة أما يجيب المضطر إذا دعاه هي أصل في هذا الباب، لكن الإنسان لو أراد أن أحد من الناس أن يرقيه فلا بأس في هذا، وإن كان هذا خلاف كمال التوكل، لكن الأصل أن الإنسان هو الذي يباشر هذا بنفسه، لأن الشفاء بالقرآن وليس بالأشخاص. ممتاز. نعم. ممتاز. مع المداخلة الشيخ عبد الله بن عبد الشريفي. شيخ عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ عبد الله بن عبد الشريفي، وأنت مدير إدارة التوعية الدينية بصحة مكة المكرمة. سابقا نناقش قضية الدعم الديني للمرضى، دور الدعم الديني للمرضى في تحديدا في منطقة مكة وفي يعني فترة الحج، أيام الحج، لو حدثنا عنها الله يرضى عليك. جزاك الله خير. أولا الشكر للجمعية الفقهية السعودية على هذا البرنامج ورقاف المجد، وللضيفين الكريمين الدكتور خالد الشايع والأستاذ أنس الشدوخي. أما بالنسبة للدعم الديني للمرضى الحجاج فهو كالآتي. أولا سأبدأ بأمر، وهو أن المريض الحاج عندما يأتي من بلده، وتعلمون أنه قد يتكلف أشياء ويكلف سنوات حتى يجمع ويأتي للحج، فيأتي ثم يصاب بمرض أو إصابة أو غير ذلك فيدخل للمستشفى، بعد ذلك يتلاشى عنده ويفقد الأمل أو يبدأ يشعر باليأس أنه لن يحج، ثم تتوالى الأيام وتتوالى الأيام حتى يأتي يوم الثامن، وهو يوم التروية، يوم الثامن بالحجة، فيبدأ المريض سبحان الله العظيم يبدأ يتضجر ويبدأ يحزن، وقد بعضهم يبكي وقبلنا، ثم عندما يعلمون أننا نقوم بفضل الله عز وجل بتصعيدهم إلى عرفات وتحجيجهم وغير ذلك يفرحون. فالدعم الديني للمرضى الحجاج يتلخص في الآتي: أولا مواساتهم، وهذه المواساة للمرضى كما ذكرت أنه عندما يصاب قد ييأس، قد يحزن، قد يفقد الأمل، ثم بعد المواساة والتذكير وتوضيح له أنه سيذهب للحج يعود إلى ذلك، بعد تعليمه لبعض الأحكام في الطهارة وأمور الحج وغيرها، أيضا مشاركة في تصعيدهم إلى عرفات. في الحج الماضي سبحان الله مريض في مستشفى عرفات، في مستشفى عرفات جبل الرحمة، اتصلوا بي يوم العاشر من شهر ذي الحجة وهو يوم العيد، وقالوا لدينا مريض مصاب بالسكر وأصيب بغرغرينة وتم بتر رجله من الركبة، وحقيقة يعني في حالة نفسية سيئة، فذهبت زرته وجدت أنه حزين لأنه أتى للحج ولم يكمل، ثم وضحت له عظيم الأجر الذي يناله إن صبر، وفضل الله عز وجل عليه أن وفقه في هذا المشعر العظيم في عرفة، وأنه وقف بعرفات وأن الحج عرفة بإذن له ذلك. ثم قال أنا طيب ما رميت الآن؟ أنا لم أرمي الجمرة. فقلت له بسيط، نحن نرمي عنك. قال ترمون عني؟ قلت نعم نرمي عنك. ففرح فرحا شديدا، ثم خرجت من عنده وذهبنا ورمينا عنه، وعدت إليه وقلت له بشرك رمينا والله الذي لا إله غيره. فتصور أن الضحك أصبح يضحك ويبكي في نفس الوقت. الله أمر عظيم. فسبحان عظيم. أيضا المشاركة في تصعيدهم إلى عرفات، بعد ذلك بعد أن نرمي عنهم في يوم العيد نقوم بمساعدتهم في التحلل الأول، وهو إحضار من يحلق لهم الشعر وغير ذلك ورفع نزع إحرامهم، ومع الجهات التمريضية في الأقدام. شكرا الله لكم هذا الجهد يا شيخ عبد الله، شكرا الله لكم هذا الجهد وبارك جهودكم ونفع بها. شيخ عبد الله بن عبد الشريفي، وهو أنت مدير إدارة التوعية الدينية بصحة مكة المكرمة سابقا. أستاذ أنس، قضية مهمة جدا، يعني المحنا لها المحة بسيطة في بداية الحلقة، قضية علاقة المرشد الديني كموظف في هذه الإدارة بالمؤسسة الطبية، مثلا بالطبيب، بمدير المستشفى، بالمساعدين، رئيس القسم، ما هي العلاقة عادة بينهما؟ من يعني من واقع ما ترى أنت الصورة المثالية؟ لا لا لا، أنا أقول الواقع الموجود الآن. الواقع المستشفيات ليسوا سواء، فطبعا الشيخ يمكن أشار للتأهيل المطلوب
احنا عندنا جميع الموظفين خريجين كليات شرعيه ويعني الشريعه واصول الدين دراسات اسلاميه، ثم تلقوا تدريب على راس العمل في اللغه الانجليزيه الاساسيات والمصطلحات الطبيه و يحتاجونهم. نعم بالتاكيد، انت تبي تجلس مع الفريق الطبي تبي تسمع كذا، فلازم تعرف انت لن تكون طبيب اللي تشخص او تقدم، لكن لازم تعرف ايش القصه. يعني انت بيحولك طبيب تحتاج اختصار للوقت وتحتاج لفهم ايضا للبيئه اللي تعمل فيها، بالاضافه للمهارات اللي بين فتره وفتره نزودهم بها مثل مهارات الحوار والارشاد والتواصل مع المريض. هذا الشيء احنا عندنا الان نحضر في اجتماعات مع التخصصات نتوازع المهام، هذا المريض سيتم التدخل العلاجي معه من قبل الاخصائي الاجتماعي، من قبل المرشد الديني، من قبل الطبيب النفسي مثلا، احنا نحضر وشركاء مع الاطباء في القسم يتم تحويل له رسميا ونكتب ونوثق في ملف المريض، يستطيع الطبيب ان ياتي ويزور المريض ويطلع على ما قام به المرشد الديني في ملف المريض. هذه الصورة احنا نرى انها هذه الصورة المثالية. جميل. لكن في بعض المستشفيات، ليس في بعض المستشفيات لا توجد هذه الصورة لسبب انه تم تكليف من يقوم بهذه المهمة من احسن الظن فيه، تجده رجل يعني حريص ودين وليس لديه مهارة، لكن ليس لديه خلفية شرعية وبنفس الوقت ليس لديه مهارة. ممتاز ممتاز، ممتاز. ولذلك حصل نقص في هالصورة اللي ذكرتها. ممتاز. لدينا بعض الشرائح الان يعني نعرضها حول يعني محور الحلقة. نشاهد الشرائح، هذه شرائح ممكن تعلق عليها أستاذ أنس، يعني بعض الشرائح. اي نعم انا اشوفها عندي من قريب. اي نعم، هذه طبعا الشريحة الاولى، احنا جرينا دراسة مسحية نبغى نعرف وش طبيعة عمل المرشدين الدينيين في المستشفيات. سريع بالمناسبة، ترى هذه الصورة تدلك على انه المريض يحتاج هالاشياء هذه. جميل. على كل حال، محتوى وش محتوى هذه الأشياء؟ نوعية الخدمات اللي قدمت 79% تلاحظ دعم ديني، 9.5% رقية شرعية، تثقيف ديني كذلك، 21% منهم سجادة وتيمم وكذا. اللي بعدها الشريحة اللي بعدها، نعم. استعرضت الشريحة اللي بعدها، الشريحة الأخرى. ممتاز. هذه الشريحة يقول لك 96% من المرضى كان مرحب بالزيارة. احنا اجرينا دراسة شارك معنا على مستوى المملكة بعض المرشدين الدينيين بالمناسبة، والدراسة هذه اتمنى يصل الفرصة لعرضها. 96% من المرضى مرحبين بالزيارة، 60% منهم يحتاجون تكرار الزيارة، مع العلم ان الذين جميل. شاركوا معنا 2% فقط اللي يعيد زيارتهم. نعم. فهذه مثلا ارقام مهمة. شوف الثالثة، الشريحة الثالثة، الشريحة اللي بعدها، الشريحة الثالثة، عن طبيعة الحوار كان تصبير وتثبيت وتذكير، هذا 75%. 33% منهم أجيب عن أسئلة المريض الفقهية، 27% منهم شمل ذلك دعاء للمريض، يقوم المرشد الديني بالدعاء للمريض، 41% منهم كان هناك تعليم لأحكام الطهارة والصلاة، 38% تعليم للرقية الشرعية، 24% الإيمان بالقضاء والقدر. نشوف الرابعة، الشريحة الرابعة اللي بعدها جميلة أيضا، جت في وقت في آخر الحلقة، اللي هي عبارة عن توصيات في الدراسة هذه، نذكرها بشكل سريع. زيادة عدد المرشدين الدينيين في المملكة، هذا يحتاج حقيقة إيجاد برامج تأهيلية عالية لتطوير عمل المرشد الديني، كذلك يعني يفترض أن يكون مرشد متخصص متفرغ لا أن يكلف من إدارة أخرى، يوفر الأدوات اللازمة للعمل المهني، كذلك حتى في الجامعات كذلك. شكرا لك. هذه بعض الأشياء اللي ظهرت. شكرا لك. أنا سأختم يعني هذه الحلقة بتعليق منكم. تعليق هو توصية. جزاك الله خير. أنا أتمنى من خلال برنامج يكون المبارك، من خلال الجمعية السعودية للدراسات الطبية الفقهية، أن تتبنى دبلوما يعتني بأمرين: الأول تأهيل الممارسين الصحيين لاكتساب مهارات التعامل مع المرضى في الجوانب الروحية والنفسية والدينية. هذا جانب. الجانب الآخر وهو تأهيل المتخصصين العاملين في أقسام العناية المركزة. جميل. نحن ندرك أن العناية المركزة الذين يدخلونها في حالات عدد منهم قد لا يأذن الله بالشفاء فيموت. شكرا لكم. ماذا واجب العاملين؟ هذا الذي في العناية المركزة قد يحتاج في اللحظات الأخيرة من حياته من يذكره بلا إله إلا الله، هل يمكن أن تقوم بهذا الممرضة غير المسلمة؟ جميل. بالتأكيد لا. شكرا لكم. وإنما يحتاج شكرا. من يؤهل شكرا لكم سيد أنس. شكرا لك الإضافة. حياكم الله. وأنا أيضا في نهاية الحلقة أشكر أخي الدكتور محمد العمر الأمين العام للجمعية السعودية للدراسات الطبية الفقهية أن شاركنا في الحلقة. شكرا الله لكم.
نلتقيكم بحول الله عز وجل في حلقة قادمة. دمتم في رعاية الحفظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.